هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية القطرية. نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. مرحبا بكم. بقيمة سوقية تقدر بمليار ريال وموجودات تقترب من 500 مليون ريال، تأخذ شركة ودام الغذائية بتوسيع نشاطاتها داخل قطر وكذلك العمل على تعزيز حضورها الخارجي، لما لا؟ وهي المزود الأساسي للحوم الحمراء في قطر منذ سبعينات القرن الماضي، وتعتبر نفسها جزءا من الأمن الغذائي لدولة قطر. في حلقة هذا الأسبوع من كلام مسؤول سوف نتناول استراتيجية هذه الشركة التي تمكنت في الأشهر التسعة الماضية من تحقيق ارتفاع في أرباحها بنسبة 12% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وسنطلع على التحديات التي تواجهها مع ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن الخيرين الرئيس التنفيذي لودام الغذائية. سيد عبد الرحمن الخيرين، أهلا ومرحبا بك. سوف نتحاور وأنا هاني نصر وزميلتي لبنى البوضة ونهى علي في كلام مسؤول. يا مرحبا ومسهلا فيكم. أهلا. دعونا في البداية نتعرف على الشركة ورئيسها التنفيذي في هذا التقرير. شركة ودام الغذائية أو مواشي سابقا، المستورد والمزود الرئيسي للحوم الحمراء في قطر منذ عام 1974 من القرن الماضي، تنشط في مجال تجارة المواشي واللحوم والأعلاف الحيوانية ومشتقات اللحوم ومعالجة المخلفات والجلود وإدارة المسالخ الآلية والمسالخ الأهلية في الدولة الخليجية. تمتلك حصاد الغذائية الذراع الاستثماري لصندوق الثروة قطري بنسبة 6% من رأس مال الشركة البالغ 180 مليون ريال قطري، وذلك قبل تخفيضه من 300 مليون ريال في العام 2009، بينما تستحوذ مجموعة إزدان القابضة على نحو 20% من رأس المال عبر شركات تابعة وزميلة. أدرجت أسهم الشركة في بورصة قطر عام 2004 وتبلغ قيمتها السوقية في ثاني أكبر أسواق رأس المال في المنطقة نحو مليار ريال قطري، وتقترب موجوداتها من 500 مليون ريال ومطلوباتها من 290 مليون ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الذي ارتفعت خلالها الأرباح بنسبة 12% إلى نحو 53 مليون ريال قطري، مدعومة بارتفاع قيمة التعويض المقدمة من الحكومة القطرية. تعمل ودام على توسيع نشاطها داخل قطر من خلال بناء مقاصب حديثة وتوسيع دائرة منافذ البيع للجمهور وزيادة حضورها الخارجي في كل من السودان وأستراليا، والذي شمل استيراد الأبقار والأغنام لتوفير الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء بنسبة 8% سنوياً. هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية. إذن حول ودام الغذائية ومعنا الرئيس التنفيذي السيد عبد الرحمن الخيرين، مرحبا بك سيد عبد الرحمن. يعني يبدو أن كلمة الأمن الغذائي أو هذا المصطلح قد التصق بشركة ودام كانت معروفة سابقا بالمواشي. بأي حدود يعني فعلا ودام هي مسؤولة عن توفير الأمن الغذائي في دولة قطر، خصوصا أن لديهم يعني هناك استحواذات من مؤسسات مالية كبرى، وخصوصا بالنسبة لحصاد أيضا إزدان تستحوذ على حصة كبيرة في هذه الشركة. الله يعطيكم العافية، نشكركم على الاستضافة هذه الجميلة. احنا كشركة ودام الغذائية اللي معترف بها سابقا مواشي، نعتبر من يعني توب الشركات التوب الموجودة في قطر حاليا في مجال اللحوم ودعم الأمن الغذائي وعمل على محاولة تعبئة فراغ الأمن الغذائي اللي موجود في أي بلد مثل أي شركة ثانية في مجال اللحوم.
شركة عندنا تعتبر مؤسسة تقريبا من بداية 2001 و2004 تم استحواذ على نشاطها في سوق الدوحة في مجال اللحوم والأعلاف اللي نستوردها دائما من دول كثيرة حول العالم، والحمد لله قدرنا نغطي يعني جزء كلها مستوردات كبير. يعني منتجات التي تتعامل بها ودام هي مستوردة، هي مستوردة من أغلب الدول، نسبة كبيرة منها مستوردة، ونسبة طبعا لا بأس بها من داخل الدولة، تشتري من تأخذ من السوق المحلي وتوفر السوق المحلي أنواع اللحوم. فضل الله سبحانه وتعالى، الله وفقنا في السنين اللي طافت أنه فتحنا خطوط جديدة مع دول كثيرة لتمكن من حصول أمن غذائي للبلد. وطبعا الكفاية، هناك مشروع جديد لديكم عم نتحدث عن إنشاء، طبعا بالبداية نحن هي مناقصة لإنشاء وتجهيز مقصب الوكرة، حدثنا أكثر عن المساحة، التكلفة، وأيضا الأهداف من وراء هذا المشروع. المشاريع اللي انطرحت فترة الأخيرة كانت مشروعين، المشروع الأول هو مقصب الوكرة، إنشاء مقصب متكامل تقريبا إنتاجه اليومي يوصل إلى 500 إلى 700 رأس في اليوم. المشروع هذا على مساحة 10,000 متر مربع منحت لنا الدولة في الأشهر الماضية، وبلشنا في إجراءات الحصول على خرائط معينة والدراسة الفنية والهندسية، ونزلناها مناقصة في الجرائد الرسمية في دولة قطر للحصول على أسعار لهذه المناقصة. المشروع هذا مجدي ويخدم منطقة الوكرة والمناطق اللي حولها بشكل كبير جدا، ويفيد الشركة ويدعمها كمكان لوجستي لودام. يعني الوكرة هي المكان الاستراتيجي الأهم؟ الوكرة حاليا عندنا احنا محلات بسيطة لبيع اللحوم، فاحنا نحتاج، احنا خطتنا التوسعية للفترة الجاية اللي كنا بنتكلم عنها أن تكون موجودة في مناطق الدوحة جميعا، لأن شركة ودام تعتبر شركة خدمية. نعم. فالشركات الخدمية تحتاج أن services companies، فلازم هالشركات هذه تتواجد لخدمة المواطن والمستهلك الاند يوزر. فهذا بخصوص مقصب الوكرة. عندك كذلك طرحنا في نفس الوقت مشروع مصنع اللحوم. مصنع اللحوم هو عبارة عن مصنع متكامل لإنتاج اللحوم من 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 ما تاخذ الخروف الى اصغر حاجه اللي هو يجيك الهامبرجرز والهوت دوغز والمشتقات. فهذا المصنع يعتبر على مساحه 10,000 متر مربع في المنطقه الصناعيه اللي في قطر، وحصلنا على الارض هذه من عده اشهر والحمد لله نزلناها كمناقصه وشغالين فيها، وان شاء الله نتائجها تكون طيبه. مساحة المشروع مثل ما ذكرنا 10,000 متر مربع، إنتاجه بيكون إنتاج جيد ويغطي السوق. التكلفة تحت الدراسة حاليا، ننتظر المقاولين يخلصون على المناقصة، تغلق المناقصة بداية شهر 11، بعد الإغلاق إن شاء الله تتضح الأمور أكثر لمشروع الوكرة ومصنع اللحوم. ولكن هذا المشروع المصنع اللحوم ومقصب الوكرة يعتبر مشروعين أساسيين لشركة ودام، يطلع على السوق، يخلي الشركة تمسك في السوق المحلي أقوى وأقوى. فالحمد لله الخطة الاستراتيجية الموجودة الخمس سنوات اللي عندنا خطة قوية ومحكمة تخلي الواحد يقدر يشتغل على راحته ويقدر يوصل الخدمة للأند يوزر اللي هو المستهلك الأخير. هذا اللي احنا نطمح فيه دائما، أنه ودام توصل إلى أعلى المراتب في البلد وتخدم الأمن الغذائي وتفتح خطوط كثيرة مع دول حول العالم. أخذون بالتوسع، هذا التوسع يحتاج إلى تمويل، كيف ستكون طرق التمويل؟ هل سوف نرى القروض تأخذونها من بنوك محلية أو خارجية أم ماذا؟ بخصوص المشاريع الاستراتيجية، احنا الحمد لله عندنا استراتيجية طويلة الأمد لشركة ودام للتوسع في قطر وخارج قطر، سوف نكشف عنها قريبا إن شاء الله. وهذه التوسعات تعتبر دائما أنها تخدم البلد والأمن الغذائي رقم واحد، بعدها تخدم المواطنين والمستهلك، ونحاول أن الشركة تكون شركة خدمية، هي شركة خدمية service company، فلازم أنت توفر منتجاتك لجميع العوائل والمناطق لتسهل عليهم عملية الشراء. احنا اهتمامنا الأول والأخير توفير أفضل وأجود نوعية اللحوم للمستهلك الأخير الاند يوزر. وصار الحمد لله فتحنا، يعني الحين عندنا احنا بروسس جديد، احنا انا ما كنت بتطرق له بس افضل اني اوضح الموضوع. بالتأكيد. ان البروسس هذا ان قمنا نرسل دكاترة واطباء، يعني
بيطريين واخصائيين فيري فيري هاي كواليتي كونسلتنتس الى الدول اللي نستورد فيها اللحوم لمراقبه الوضع من بدايه استلام اللحوم الى وصولها الى الدوحه عشان تكون في اوبزرف يعني تقدر تشوف يو كان اوبزرف ذا هول بروسيس من بدايه خروج الحلال من مثلا استراليا لين وصولها للدوحه اي حاجه طلعت غلط اي حاجه لحوم مش كويسه نرجعها على طول تراقبون هذه العمليه كلها من بدايتها حتى اي نعم. 24/7 تقريبا طيب نرجع للتمويلات هل سوف تحصلون على التمويلات بطرق معينه ان شاء الله في مرحله متقدمه بنتكلم فيها اول ما يوصل ان شاء الله وقتها ولكن احنا خطتنا حاليا التوسع لازم ان بنتوسع وتوسعنا ان شاء الله حيكون جيد جدا من هنا لين شهر 6 الجاي ليس من الموارد الذاتيه للشركه بل سوف تلجؤون الى الاقتراض لاحقا والله هذا الشيء ما يتضح امامي الحين الى ما تطلع الارقام التقييم لكلفة المشروع صحيح. خلينا ناخذ المشاريع الخارجية وخاصة في السودان لديكم أيضا مشاريع هناك حطنا أكثر في صورة هذه المشاريع والتوسع هناك وكيف سيكون مشروع السودان يعني ما شاء الله مشروع جيد وإحنا دائما نفضل أن نفتح أفرع في الدول العربية المجاورة للتعاون لأن هدفنا جميعا واحد وهدفنا دائما ان نامن الامن الغذائي لجميع الدول المجاوره ولنا كقطر وكويدان وفضل الله سبحانه وتعالى 2007 ابتدينا في مشروع السودان والحمد لله يوفر لنا عدد كبير من اللحوم السودانيه والاعلاف ومشتقاتها لدوله قطر وكذلك الحمد لله تم بيع من فرع ودام اللي في السودان الى دول مجاوره كثيره فاستفدنا من هذه المساله بشكل كم النسبة ما كان موجود والله كانت تقريبا يعني فيري فيري جود ريت يعني كان نسبه جيده يعني يمكن ربع المبيعات اللي كانت فرع السودان يجي لقطر كان يرسلها على دول مجاوره والحمد لله استفدنا منها لحوم اغلبها لحوم مبرده تأتي من فرع السودان وتذهب وعندنا بعد خطة إن شاء الله توسعية قريبة في فرع السودان يعني وواضح أنه لديكم يعني خطة الاستيراد تشمل الكثير من الدول يعني حتى عالميا يعني حتى تذهبون إلى أستراليا هذا الأمر بطبيعة الحال يعني هل هناك من تفضيلات بالنسبة لأسواق دون أخرى خصوصا بالنسبة لتكاليف الشحن والنقل يعني بطبيعة الحال هذه التكاليف هل هي تزداد هل تراعون ربما اللجوء إلى مناطق مجاورة أفضل من الذهاب ربما لمناطق بعيدة كيف هي الخطط المستقبلية ولا ننسى يعني صارت لدينا نوع من الإشكاليات حاليا بالنسبة للحوم الحمراء حتى عم تتأثر أسعارها خصوصا مع التصريحات فيما يتعلق يعني إذا الإشاعات الأخيرة أو حتى التصريحات الطبية الأخيرة أنه قد تكون مسببات لبعض الأمراض صحيح احنا عندنا استراتيجية يعني نقاط معينة نتابعها دائما إذا بنقبل على دولة معينة أو شراء لحوم من جهة معينة أو تاجر معين اول نقطه يعني نوع الجوده وناحيه اللحوم هل هي فعلا جودتها عاليه هل هي يتابعونها طبعا هذا تقرير السوق المحلي ما الذي يقبله اكثر يعني تقرير بيطري احنا لازم نكون عندنا فرايتي الانواع ما نقدر ان يعني نعتمد على بلد واحد او سوق واحد او لحوم استراليه يعني سيارتك وسيارتي غير عن سياره الاخ هل تحكمها التكلفه لا ما تحكمها احنا التكلفه تاتي من اهم المراحل في الدراسة ولكن بداية نشوف الجودة وأنواع اللحوم وطريق الوصول الترانسبورتيشن وخدمة وصول اللحوم إلى قطر موضوع مش بسيط اللي نحط على الطاولة يعني تفكر فيها يعني أنت إذا تجيب من أستراليا إلى قطر لحوم أو من أمريكا لقطر لحوم إجراء مش بسيط فإحنا دائما عندنا بروسس معين أول حاجة لجودة اللحوم وصحتها أوكي. وطلبها مدى طلبها في البلد التكلفة أيضا مهمة التكلفة تجي في المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة لطريقة الوصول والحمد لله قدرنا أن نجيب من دول كثيرة غير يعني غير الدول الموجودة أستراليا الصومال السودان باكستان اثيوبيا كما هو اثيوبيا جاتنا عروض كثيره هذه الفتره اللي طافت على مدار الاشهر الثلاثه دول كثيره افريقيه عرضت علينا لحوم جيده فاحنا قاعدين نسوي تست حق الماركت مجرد ما تجي الريزلتس والنتائج ان شاء الله وي ويل بروسيد ان شاء الله بس احنا اهم نقطه عندنا الجوده والنوعيه اللحوم
هذه اتوقع سمعه الشركه من نظافه الجوده وافضليه اللحوم للمستهلك. بالفعل. استاذ عبد الرحمن اسمح لنا ان ناخذ فاصل قصير، نعود بعده لانه بدي ارجع على نقطه التوسع كما ذكرت في مشروع السودان وايضا الوقوف على الايرادات والمصاريف التشغيليه للشركه. اذا دقائق ونعود معكم. هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية القطرية. نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية القطرية. نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. ونعود إليكم في هذا الحوار الخاص مع الأستاذ عبد الرحمن الخيارين وهو الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية. أستاذ عبد الرحمن، خلال الإجابة في القسم السابق كنت قد ذكرت بأنه المشروع في السودان هناك خطة لتوسعته، ما هذه هي الخطة وشو التوسعة المفروضة؟ وبدي أعرف إذا بتريد أدي التكلفة والتمويل إن شاء الله. فرع السودان من أهم النشاطات اللي موجودة عندنا في الشركة حالياً، إن شاء الله خطتنا سنعلن عنها قريب بشكل مفصل، ولكن حاليا نقدر نوضح لكم المسألة. فرع السودان يعتبر من أهم الفروع اللي يوفر لنا لحوم سودانية وأعلاف سودانية ومشتقاتها لدولة قطر وكذلك لدول مجاورة في المنطقة. والخطة التوسع إن نشوف إذا في مجال إن نتوسع على ملاحمنا اللي موجودة هناك، على المقصب اللي موجود، نوسع في المشاريع اللي هناك علشان ما في شيء جديد. وأنا متوسعة بما لديكم حاليا، بما لدينا حاليا، ولكن نبي نكون حجم أكبر لعدم طاقة وجود طاقة إنتاجية أكبر، أي لعدم وجود أي مقاصب هناك أو آلية موجودة حاليا. إحنا الوحيدين اللي موجودين حاليا في فرع السودان بهذا المستوى وهذا أدي تكلفة التوسعة. التكلفة اللي الحين والله ما وصلتنا الأرقام، بس إن شاء الله نعلن عنها قريب. متى بدأ فيها؟ أتوقع يعني إن شاء الله الشهر الجاي بتكون فيها. طيب، أيضا أتحدث أنه يمكن ما في منافس لكم بالسودان، ماذا عن قطر؟ هل هناك منافس لكم أو أنتم تعتبرون الوحيدون في قطر في هذا الإطار؟ إحنا الوحيدين موجودين في قطر حاليا كشركة لحوم توزيع وجلب اللحوم والأعلاف والمواد الغذائية هذه. مثل ما تعرفون تاريخ الشركة من تأسس من بداية 2000، واحنا نعتبر وحيدين في السوق. يعني انتم لا منافس لديكم في السوق، تسرحون وتمرحون في السوق لوحدكم. يوجد شركات موجوده في البلد، منها لها حجمها في البلد ولها سوقها مثل اي بلد ثانيه. ولكن لا تشكل تاثيرا عليكم. احنا دائما لا تاثير، الحمد لله لا يوجد تاثير، لان احنا دائما نهتم بجوده اللحوم رقم واحد. فالسوق مفتوح في قطر او في غير قطر، ولكن احنا عندنا نقاط معينه استراتيجيه معينه مثل ما وضحناها، ان تكون جوده اللحوم اول شيء. فانت اذا تهتم في جوده ما راح يكون عندك منافس، ولكن اذا ضغطت على الجوده بيطلعون منافسين موجودين في الماركت. يعني المنافسين دائما موجودين بطبيعة الحال. لكن خلينا ننتقل شوي لنتائج الأعمال. يعني في خلال 9 أشهر بالنسبة لتطور النتائج كان لديكم أرباح ب 12%، يعني في المقارنة مع 9 أشهر من العام الماضي، وأيضا جزء تحملتها أيضا زيادة التعويضات المقدمة من الحكومة إلى مبلغ من 262 مليون إلى 290 مليون ريال. كم تشكل يعني بنسبة هذه التعويضات من حجم الأرباح التي يعني استثمرتها الشركة أو حتى قال أصدرتها الشركة؟ الحمد لله، الله وفقنا هذه السنة في الأرباح، هذه الزيادة 12% ريتيرن على من السنة اللي طافت 2014. هذا بسبب زيادة المبيعات اللي صارت عندنا في الشركة، زيادة عدد السكان. كم حجم المبيعات؟ تقريبا تتراوح سنويا 25 مليون كيلو، اللي هو تقريبا يعتبر مليونين راس سنويا، يشكل من انواع اللحوم اللي هي تبتدي من الاستراليه وتنتهي بالهنديه والباكستانيه. يعني 25 مليون 25 مليون كيلو يعني بالاموال. بالاموال والله هي تنحسب، تضربينها بسيطه في السعر ل 5.5 تقريبا ويطلع الرقم. ولكن احنا عندنا الوزن، الاسعار تتراوح ما بين موسم لموسم في اسعار اللحوم. لكن انتم ببيان الشركه ذكرتوا ان سبب ارتفاع صافي الارباح هو ارتفاع قيمه التعويضات المقدمه من الحكومه. لا، هذه لها الاولويه. قيمه التعويضات تجي بسبب ارتفاع
كمية المبيعات عندك في الشركة. صحيح. إذا ارتفعت المبيعات ترتفع فهذا تحصيل حاصل. طبعا. يعني وهذه الزيادة في المبيعات يعني برأيكم أنكم ستحافظون عليها أم ما هو المستهدف يعني الرقم المستهدف لاحقا بالنسبة لحجم مبيعاتكم؟ أنت مثل ما تعرفين مستوى الزيادة السكانية مستوى السكان اللي في الدوحة زادت بشكل رهيب وعجيب، فهذا الزيادة في السكان يأثر على مبيعاتك، فيجيك طلب لازم توفيه، فالمحافظة على المبيعات هذه مش في يدنا، في يد السوق، في يد عدد السكان والتراوح والطلب، عرض وطلب. وما من المتوقع على حتى نهاية العام؟ يعني إذا وصلنا 12% في 9 أشهر و 5.5% في الربع الثالث، كم متوقع؟ إن شاء الله الله بيوفقنا وبنوصل إن شاء الله أرقام جيدة إذا الله كتب، ولكن لا يوجد أي توقعات واضحة لين الحين. هل هناك أي استراتيجية واضحة بخصوص التوزيعات؟ الاستراتيجية بخصوص التوزيعات لين الحين والله ما جلسنا عليها، بس إن شاء الله واضح. قريبا إن شاء الله بيكون موجود، ولكن الاستراتيجية اللي عندنا للافتتاحات إن شاء الله الجاية استراتيجية التوسع في الملاحم اللي موجودة في قطر لتغطية جميع المناطق موجودة إن شاء الله. قديه بحسب عدد الفروع احنا ممكن قديه نوصل بقطر؟ احنا اليوم عندنا تقريبا وصلنا إلى تقريبا 16 فرع شغال، ويوجد تقريبا 7 أفرع بتنفتح إن شاء الله في الأشهر القريبة القادمة، ويوجد عندنا عقود قاعدين نوقعها إن شاء الله عشان الافتتاحات بداية السنة. طب بس برجع كمان على النمو، بس إذا في إمكانية نعرف نمو الإيرادات قديش بالتحديد، حجم المصاريف التشغيلية كم كان؟ لا 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 لين الحين والله ما طلعت عندنا الأرقام، ولكن سوف توضح مع البيانات المالية القادمة إن شاء الله. طب أنا بدي أرجع للفروع، تكت أنه في عنا 16 وفي 7 وبعد في أكثر، من هنا حتى نهاية العام كم فرع رح يتم فتحه وشو تكلفته كمان؟ بإذن الله أنه بيكون الأفرع اللي بتنفتح من هنا لنهاية العام تقريبا يمكن 6 إلى 7 أفرع جديدة. التكلفة تتراوح ما بين أحجام المنافذ اللي تكون موجودة، كل حجم له تكلفة معينة في الافتتاح، ولكن هذه الحمد لله يعني بدون أي تمويل ولا حاجة. فإن شاء الله مصادر الذاتية للشركة. مصادر الذاتية للشركة، وإن شاء الله بإذن الله أن الافتتاح هذا المنافذ سيريح الشركة ويكون تواجدها في جميع المناطق في دولة قطر. طب خلينا نتكلم أيضا عن يعني الأعلاف، يعني فيما يتعلق يعني تحدثنا كثيرا عن موضوع اللحوم، ماذا عن الأعلاف؟ يعني هل هي نفس المناطق التي يعني تذهبون فيها باستيراد اللحوم أيضا تجوبون منها الأعلاف؟ وفيما يتعلق أيضا بالتحديات التي تواجه هذا النوع من السلع؟ الأعلاف نجيبها دائما من دول تعرض علينا قبل ويتم فحصها من الفريق الفني، يعطونا عليها إن شاء الله تقرير وبعدها نأخذ، ولكن حاليا نحن نستورد الأعلاف من أستراليا ومن فرع السودان على حسب هذين البلدين. إيه دائما هي ترتبط بالحلال اللي موجود عندك في الشركة وإيش أنواع الأعلاف اللي تصلح مع هذا الحلال والجودة لهذه الأعلاف. نعم. يعني هل في تغيرات بالأسعار بالنسبة لهذه يعني باعتبار أن والله مثل ما أنت شايف العالم كله أسعاره قاعدة تنزل الفترة اللي طافت، فأشوف أسعار النزول في كل شيء، يعني الأعلاف بيأثر على يرتبط كل شيء يرتبط في بعض. أدي حجم طيب استيراد الأعلاف من الأعلاف؟ والله نستورد والله كميات كبيرة على حسب طلب السوق من اللحوم، فإحنا مجرد ما يرتفع طلب اللحوم يرتفع السكان، يرتفع عندنا طلب اللحوم، ترتفع اللحوم يرتفع الأعلاف. نعم. نفس الحاجة كلها سولو سايكل جوز باك تو ايتش اذر. طيب الان راينا في ال9 أشهر الماضيه ارتفاع ب 12%، ماذا عن توقعات السنه الحاليه 2015 ككل؟ هل سوف نرى المزيد من الارتفاعات؟ ومعلش اعطينا ما اعطينا ارقام تقريبي. شيء تقريبي. وهل سوف كما ذكرت لنا وما جاوبت عليه سوف يؤثر على سياسه التوزيعات؟ كيف سنرى التوزيعات في الفتره المقبله؟ فضل الله سبحانه وتعالى مثل انتم ما شايفين اعلنا الفتره اللي طافت عن الاشهر 9 الماضيه، والحمد لله سوينا يعني 12% وشيء جيد بالنسبه للشركه وللسوق، وان شاء الله ان الله يوفقنا ونستمر على نفس الرتم لين اخر السنه، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى، ادعوا لنا ان شاء الله الله يوفقنا فيها ونجيب نسبه كويسه، يعني احنا نتمنى هالشيء هذا. الله يوفق الجميع، لكن هناك استراتيجيه معينه تمشون عليها حتى تصلون لهذه النسبه بعد التوفيق من الله؟ استراتيجيتنا طبعا واضحه، الافتتاح ملاحم الجديده وان شاء الله انها بتيسر الامر وبنزيد فيها ان شاء الله. طبعا نحن نتمنى لكم كل التوفيق وبنشكر حضورك معنا اليوم في هذا اللقاء الخاص، وان شاء الله نتائج السنه تكون على مستوى امالكم
وأمل المتداولين والمستثمرين. الأستاذ عبد الرحمن الخيارين الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية كنت ضيفنا هنا في استديوهات سي ام بي سي في دبي، نشكر حضورك معنا. مرحبا مسلا، مرحبا، شكرا لك. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة من كلام مسؤول، أشكر لكم حسن المتابعة، تحياتنا وتحيات الفريق المعد إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية القطرية، نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.